تسعة على جوهرة اف ام صباح الورد 8:34 دقيقة متواصلين معكم في صباح الورد. صباحكم ورد وين ما كنتوا قاعدين تتابعوا فينا، موجودين معكم انتوا حتى للتسعة. باش نحكيوا اليوم في الكابتور على شراكة جامعة تونس قرطاج وجامعة لندن إجازة في الاقتصاد والمالية والبيانات. شنو الحكاية بالضبط؟ نمشيو توت سويت للكابتور. الكابتور الكابتور مثلا معكم في صباح الورد. نحب نسلم برشا على الدكتورة سندا بنان. مرحبا بك دكتورة. مرحبا عايشك. مرحبا لا سندا. نحكي اليوم على شراكة جامعة تونس قرطاج وجامعة لندن وإجازة في الاقتصاد والمالية. بحضنا دكتور جيمس أبي من لندن سكول أوف إيكونوميكس أند بوليتيكال ساينس. جود مورنينج مستر جيمس. باش نبداو نطلبوا من مستر جيمس أبي باش يقدم لنا روحه. كان يو انتروديوس يور سيلف؟ انديد بونجور. جود مورنينج. جود مورنينج. ماي نيم إز دكتور جيمس أبدي. أيم أن أسوسييت بروفيسور إن ستاتستكس آت the London School of Economics. Mm-hmm. Here on my first visit to Tunisia to support welcome. The it's a beautiful country. Thanks. I'm here welcome. To support the launch of our University of London degree programs at UTC. ترجمنا لسنة. مستر دكتور جيمس قال لي هو أستاذ جامعي مختص في الستاتيستيك قاري في لندن سكول أوف إيكونوميكس. هي جامعة من أفضل ثلاثة جامعات في العالم، الأولى في أوروبا والثانية في العالم بعد جوست هارفارد يونيفرسيتي قبل ستانفورد يونيفرسيتي. هي جامعة معروفة دوليا وجامعة تري بريستيجيوز، خرجت برشا علماء في مجالات متعدة منهم 18 حائز على جائزة نوبل. هذه معناتها علامة مارك ديكسيلونس للعباد اللي باش ينضموا للجامعة هذيا. قال هو معناتها هو امبليكي في برامج دولية اللي تابعة للإسي، هاك علاش جيمس بحذنا اليوم بمناسبة شراكة ما بين اليو تي سي والإسي. بالمناسبة هذه إن شاء الله اليوم من الأربعة للخمسة جيمس باش يقود ماستر كلاس في الداتا ساينس وبزنس أناليتكس اللي هي البيانات. نخليوها يفسرنا. We are talking about a master class in data analytics. Can you talk with us about this? What are you doing here by with us in Tunisia? You are welcome, but we have to have to explain for Tunisians what are you doing here, Mr. James? Bien sûr. So, well, the world is becoming ever more data-driven, and there's no shortage of data out there, but there is a critical excellent. Shortage of people who can make sense of the data to yes. understand what's going on and ultimately to make decisions. So we have and to update. So your knowledge about it. Yes, and it's yes. to really convert the raw data into information, insights, wisdom, and this will allow us to make better decisions. Okay. So, Dr. James قال اللي هو مهم جدا باش نحلوا البيانات. البيانات كما نعرفوا هي نفط الاقتصاد الرقمي، احنا نعيشوا في التحول الرقمي والانتليجنس ارتيفيسيال. هو قال مهم جدا تحليل البيانات باش تخلينا قادرين على نفهموا شنو الاسباب الحكايات اللي تصير وباش تخلينا ناخذوا القرارات الصعبه. دونك هو باش يحكي ان شاء الله من 4 ل 5 في اليونيفرسيتي تونس كارتاج على الحكايه هذيا، ومعناتها احنا فخورين بالشراكه ما بين اليو تي سي واللندن سكول اوف ايكونومكس على خاطر تخلينا نخرجوا المهارات اللي هي مطلوبه جدا في سوق الشغل التونسي ولا سوق الشغل في الخارج. بالنسبه للطلبه اللي يحلموا نهار من نهارات باش يخدموا في الخارج ولا بلو بارتيكوليرمون في لندن، نعرفوا اللي لاكسي لسوق الشغل غاديكا صعيب برشا بالدبلوم التونسي. دونك احنا نوفروا الدبلوم البريطاني، على فكره هو الدبلوم الاول الوحيد البريطاني الموجود في تونس. في تونس اكسلون. دونك هذه فرصه للتلامذه اللي يتمحوا باش يعملوا ان كارير انترناسيونال. You have something to say, Mr. James? Yes, so I have a master class this afternoon at 4 o'clock at 4h, and I'll be giving some demonstrations of data science and business analytics in practice. So it's really to try and demystify what data science and yes. business analytics and who are Tunisians who can be interested by this?
I think you need an inquiring mind. Clearly, it's a quantitative area, so some competence and confidence with numbers is a good thing. However, it's not purely about the mathematics. You need to be able to effectively tell a story and to sort of to introduce ourselves. Yes, and indeed. If you are, let's say you've made some discoveries, you need to explain in easy to understand terms the key decision makers in an organization how to act on their findings. Okay. Dr. James. قالك بونش good luck for me دكتور جيمس قال good luck for all of us اللي العبيد اللي باش تحضر في الماستر كلاس هما كلهم دي باحثين على دي انسيانيون اللي مغرومين برشا بالارقام ولا البيانات الداتا بصفه عامه voilà donc احنا عندنا ان بروغرام في الداتا ساينس وبزنس اناليتكس باشلر ليسانس وعندنا ان اوتر بروغرام في الايكونومكس اند فاينانس هذوما الزوز يخليو ليتوديون بريباري المارشي دومبلوا اللي هو توا يطلبوا المهارات هذوما مطلوبه دو بلوز ان بلوز كيما قلنا بالديجيتاليزاسيون ولا الانتيليجنس ارتيفيسيال نحب نقول هذه معناتها فرصه ليزيتوديون اللي كيما قلت لك يحلموا سورتو إذا كان طالب باش يعمل نفس يبا بورسويفر لو ميم باركور وياخذ نفس الدبلوم في لندرا هو بيدو احنا تيتشينغ سنتر احنا فخورين اني احنا تيتشينغ سنتر لونيفرسيتي دو لندر تعرف لا ريغور سيانتيفيك الاساتذه اللي قاريو في اليو تي سي هاك علاش احنا اون ايتي اكسبتي كوم ان تيتشينغ سنتر الحمد لله يا ربي و الطلبه هذوما اذا كان يحبوا يعملوا نفس الدبلوم باش يتكلف 5 فوا بلو شير كو باش يقرا هنا في تونس هو بيدو نفس السيلابوس احنا يعني وكانه موجود في لندن كاينو حتى نفسروا لهم راهو اللي باش تقراه لهنا كاينك مشيت وسافرت وخلصت اما في تونس بطبيعه باش تكلف اقل باش تكلف خمسه مرات اقل خمسه مرات اقل بخلاف غادي السكنه والمعيشه اكثر هاي المعيشه غادي غاليه برشا وي ار توكينغ اباوت ماني مستر جيمس So it's really less expensive in Tunisia. It is a very cost-effective option to pursue a high-quality degree, a UK-British British degree here in Tunisia, rather than having to spend vast sums of money of studying in London itself. Yes. Mm-hmm. نيجي عندك سؤال؟ أي عندي سؤال. أنا نعرف على الأقل معناها حسب معناها معرفتي وثقافتي العامة أنه الخط العام او المدرسه مدرسه العلوم السياسيه البريطانيه تقريبا من اقدم المدارس واشهرها لكن الحب نسال عليه هو فيما يتعلق بالعلوم السياسيه وعلوم الاحصاء وعلوم الارقام ولا هل انه فما شريحه اللي ما همش طلبه ما همش الساده باحثين لكن دي بروفيسيونيل مثلا نحكي على روحي انا دونك جورناليست كيفاش نجم نستفيد من الباركور هذا معناها في على الاقل نستفيد من المحاضرات من فماشي اكسي يس Do you want me to ask him the question? ترجمني ما يسالش حاب نساله هو سؤال ولا نجاوبه كينا باللي انا نحب هو خلي هو يجاوبنا من دكتور جيمس مازال عندنا دقيقه فقط if it's possible for the professionals to access to this program, I mean bachelor, is it open only for students or for professionals? I mean, it is open to all. I mean, I guess our target demographic is your sort of typical school leaver embarking on a degree, but we don't sort of discriminate on age by any means. الناس الكل ينجموا يكونوا معنيين يعني اما احنا رانا في لي بروغرام اون شيرش فريمون لي زيليت جانسيست لي زيليت راهو فما ان كونكور دادميسيون يتعدى به ليتوديون على مراحل المرحله الاولى يمشي عامر الفورمولير على سي بي اس جلوبال بوان اورك بعد بالفورمولير سي ا رامبلير معناتها يفو لو بروندر او سيريو فما دي روبريك يزم وبعد دوزيام ايتاب عنده تيست باش يعدي تيست اون مات اي تيست اون انجلي اي بوي فما ان تيست تكنيك باش نعرفوا المهارات لي جورني نتاع 30 جوان 1 جويليا شنو فما فيهم بالضبط؟ الوغ 30 جوان 1 جويليا هو 1 جويليا باش نكونوا بحذاكم في سوسه ان شاء الله في اوتيل بيرس بيرس اي دون نو
أنتي في سوسة مرحبا بك وين ما تكون من الأربعة للأربعة للستة إن شاء الله في الفوار هذه بشي يكون في 15 ستون هذه فرصة للطلبة اللي عايشين اللي يسكنوا في سوسة من يجموش يجيونا في الفوار اللي بيصير مهم برشا تمشيوا أنتوا ما تتفرجوا صحيح احنا بشي مشيوا مش كان سوسة روا ما يقربوا لكم الجهات الكل يقربونا جماعة فيقس الانتوغاج يشوفوا يكتشفوا البرامج احنا إن شاء الله فما plus de 7 pays représentés et plus de 55 universités représentées radicales في المعرض دونك 15 فوار مرحبا بيا من طلبه باش يجيو يكتشفونا يعرفونا مهم برشا مهم برشا بربي جنسيت على الديدلاين نتاع السوميسيون نتاع لي دوسيي سي لو 30 جوان دونك لي بلاص سون ليميتي راهو 20 ايتوديون بار بروغرام باش نجيو الالف ولا باش نختاروا كاين 20 اقوى دي ايتوديون ابري اون شكرا لك حاجه دو كاليتي شكرا لك دكتور سندا بنان ثانكس مستر جيمس اند بناني مرحبا بك خطك مش مفهوم بالكدا صح لي نعرفش بالعربي ويلكم امونغ اس مستر جيمس ات واز ا بليجر شكرا لكم انتم اللي تابعتونا في الكابتور احنا مازلنا معكم انت حتى للتسعه في صباح الورد مرحبا